مساء الخير على حضراتكم، بنرحب بيكم حلقة جديدة من مصر. المفترض ان احنا نبدأ ونقول اخر اخبار كورونا والامور دي كلها، اكيد هنيجي عليها وفي كلام مهم جدا 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 هنقف على موضوع كورونا النهاردة ان شاء الله في حلقتنا. ولكن نروح للموضوع الرئيسي عندنا النهاردة، الحقيقة احنا بنتكلم على كورونا واخر المستجدات الدولية. حابب قبل ما نبدأ ونقول ايه اللي حاصل في مصر واخر الاخبار في مصر، نشوف ايه اللي بيحصل، نتكلم بس شوية على المستوى العالمي، خصوصا ان كان يعني من ساعات قليلة جدا انتهى المؤتمر الصحفي المهم لمنظمة الصحة العالمية ومديرها تدرس أدهانوم. الحقيقة اللي كان كلامه صادم ليه؟ لأن الحقيقة منظمة الصحة العالمية قالت إن إحنا دلوقتي أصبحنا أمام أو خط مسمى وباء عالمي، أصبح أمر حقيقي إن إحنا أمام وباء عالمي، خصوصا إن أعداد الدول اللي ضربها هذا الوباء اللي هو فيروس كورونا بيتخطى 100 دولة حاليا، وإن أعداد المصابين برضو تخطى 100,000. فالنهاردة تدرس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية بيضع العالم الحقيقة أمام تحدي خطير، أمام تحذير خطير. كلمة وباء عالمي أنه أصبح حقيقة، يعني ده بيدل أن منظمة الصحة العالمية كانت بتتعامل من يوم 31/12 مع أول ظهور لحالة بفيروس كورونا أن ده مرض. كان دايما التوصيف كده بيقولوا كورونا فيروس ديزيز، يعني مرض فيروس كورونا أو كوفيد-19 اللي هو الاختصار بتاعه. ولكن النهاردة مدير منظمة الصحة العالمية بيقول إن إحنا أصبحنا أمام وباء عالمي، ولا تفصلنا إلا خطوات قليلة أو أمتار قليلة من هذا الوباء. وده الحقيقة شيء خطير جدا، لأن لو بصينا كده على تاريخ الأوبئة لمنظمة الصحة العالمية وتقول إحنا أمام بانديميك، أمام وباء عالمي، فكلمة وباء عالمي بتوصيف وتعريف منظمة الصحة العالمية فده شيء جد خطير. لأن تعالوا لو بصينا كده بسرعة على أشهر الحالات اللي منظمة الصحة العالمية أعلنت فيها إن الإنفلونزا وباء أو وباء الإنفلونزا، فده شيء خطير جدا. حالات في التاريخ بيرصدها كانت في منتهى الخطورة، موجات الإنفلونزا اللي ضربت العالم واللي منظمة الصحة العالمية أعلنت إنها أوبئة، أرقام مفزعة. يعني سنة 68 وده مش بعيد، مات مليون شخص بسبب ما يسمى بإنفلونزا هونج كونج. إنفلونزا هونج كونج اللي هي الطلعة أساسها اللي هي H2N2، إحنا كان عندنا أو في العالم ضربت موجة الـ H1N1 اللي هي إنفلونزا الطيور، لو حضراتكم تفتكروا بعدها طلع بعدها إنفلونزا الخنازير. النهاردة بيتكلموا سنة 68 مات مليون شخص بإنفلونزا هونج كونج اللي ظهرت في هونج كونج، وبعد 3 شهور انتشرت في العالم كله، بدأت من آسيا انتقلت إلى الشرق الأوسط، بعدها راحت إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وقتها كانت نسبة الوفيات من إنفلونزا هونج كونج سنة 68 كانت 5% من 10%، 5% من 10%. النهاردة في الكوفيد 19 أو كورونا فيروس 19، النهاردة احنا بنتكلم معدل وفيات 3%. وقتها 68 مات كام؟ مات مليون بني آدم، تقريبا 15% من سكان هونج كونج وقتها ماتوا بالإنفلونزا سنة 68. موجة قبلها كانت كانت 56 ل 58 لمدة سنتين، مات فيها 2 مليون بني آدم، دي الإنفلونزا الآسيوية. معلش ننزل تحت يا جماعة شوية كده هتلاقوا الإنفلونزا موجودة والأمور بتاعت التواريخ بتاعت الإنفلونزا دي، برضو ظهرت في آسيا وانتشرت على مدى سنتين من الصين وسنغافورة وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية، ووقتها اتوفى فيها 2 مليون شخص. وقتها برضو سنة 56 مات 9800 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها. موجة قبلهم كانت سنة 1918 برضو بوباء الأنفلونزا، دي كانت سنة 1918 ومات فيها من 20 ل 50 مليون شخص، من 20 ل 50 مليون شخص، ودي أرقام مفزعة. ربنا يا رب يسلم، ربنا يستر، وما نكونش أمام
وباء جديد على غرار الثلاث أوبئة للأنفلونزا اللي ضربت العالم زي ما قلنا كده لحضراتكم 68 و56 و1918 واللي راح فيهم ملايين. ولكن ده الحقيقة شيء احنا بس حابين نحط حضراتكم قدامه، لأن لغة الخطاب في منظمة الصحة العالمية النهاردة بتحذر ان احنا امام مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا، خصوصا ان 93% من الحالات المصابة بالكورونا النهاردة موجودة في 4 دول. 93% من مصابي كورونا في 4 دول، في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. طبعا التعافي في الصين يعني محقق تقدم ملحوظ، النهاردة تم إغلاق 11 مستشفى كانت مخصصة للحجر الصحي للمصابين، من بين 14 حجر صحي أو مستشفى للحجر الصحي في الصين بأكملها. فواضح الحقيقة أن في حالة من الانحصار في الصين، ولكن في حالة من التمدد في دول تانية. نبص كده على العالم والمؤشرات فيه عاملة ازاي النهاردة مع الإعلان الخطير النهاردة بتعلنه منظمة الصحة العالمية. والأرقام الحقيقة أرقام ما زالت كتير كبيرة، بنتكلم النهاردة في 114,000 الوفيات، بنتكلم في 4,000. يعني لو حضراتكم بتاخدوا بالكم ان معدل الوفيات زيادة، يعني لو عملنا نسبة وتناسب هنلاقي طبعا النسبة 3% وكسور او اكتر من 3%. اللي تم شفائه 62,000 حتى الان. الحالات زي ما حضراتكم كده شايفين، الحالات البسيطة او الطفيفة 87%، والحالات الحرجة من المصابين بيتكلموا في حوالي 13%. ننزل بسرعة كده على الدول ونشوف اكتر الدول. يكفي ان هم بيقولوا في المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية ان 93% من المصابين بالكورونا في ال4 دول. في الصين زي ما حضراتكم شايفين 44 اصابة جديدة، 23 وفاة جديدة. ايطاليا في 1797 اصابة جديدة في ايطاليا و97 وفاة. تقريبا ايطاليا هي اعلى معدل وفيات، وهنشوف دلوقتي شيء مهم جدا من ايطاليا. كوريا الجنوبيه 165 اصابه جديده، 3 وفيات، وايران فيها 595 اصابه جديده و43 حاله وفاه جديده النهارده، لكن ايطاليا هي 97 حاله وفاه جديده. النهارده في ايطاليا، وهنوري حضراتكم دلوقتي، السلطات الايطاليه قررت معاقبه اي حد يحاول ان هو يخرج من مدن العزل، لان في مدن عزل باكملها حوالي بنتكلم في ربع ايطاليا تحت الحجر الصحي. هتشوف خبر من السي ان ان نشراه برضو من شويه، بتقول ان السجن 3 شهور، سجن 3 شهور في ايطاليا لاي مواطن ايطالي او غير ايطالي مقيم في اي من المدن اللي مفروض عليها الحظر داخل ايطاليا، الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا، ان هو يحاول بس او يفكر ان هو يخرج بره منطقة الحظر الطبي او العزل الطبي للمدن الايطالية المفروضة، والعقوبة هتكون الحبس 3 شهور. شيء الحقيقة مش سهل، وشيء صعب جدا ان الاجواء اللي العالم كله الحقيقة عايش فيها هذه الايام. حبينا بس نحط حضراتكم كده في الصورة مبدئيا العالم كله عامل ازاي. تعالوا نبص عندنا هنا الموقع بقى الخاص بمصر اللي هو care.gov.eg، الخاص او للحكومه مخصصاه لعرض كل ما يتعلق بالفيروس بكورونا في مصر الحقيقه. هنشوف طبعا اخر الاخبار اللي قالتها وزاره الصحه منذ قليل، قالت وده طبعا موجود على الموقع زي ما هو امام حضراتكم، ان طبعا اتحدث كمان العدد ارتفاع الحالات المصابه بكورونا في مصر ل 59 حاله. 20 حالة منهم من 59 نتائج التحاليل بتاعتهم سلبية، يعني طلع ما عندهمش الفيروس، كانت اشتباه في الأعراض ولكن بعد إعادة التحاليل طلعت النتيجة بتاعتهم سلبية من هؤلاء، وتم نقلهم من العزل الموجود في النجيلة، تم نقلهم لفندق الإقامة التاني المش بعيد عنه اللي موجود في مطروح، عشان هيكونوا موجودين هناك لغاية ما يطمئنوا، وبالتالي هيخرجوا من المكان الخاص بالحجر الصحي. ده الحقيقة ما يتعلق بمصر، وقدام حضراتكم ادي الأرقام برضو وفقا للموقع الحكومي، واللي بيقول طبعا كل الأرقام ما يتعلق بمصر ما يتعلق بالعالم الحقيقة، في متابعة فورية من الموقع اللي هو كير الخاص بالحكومة أو اللي دشنته الحكومة. طبعا بفكر حضراتكم بالرقم الخط الساخن اللي ظاهر تحت خالص في اليمين اسفل الشاشة اللي هو 105،
لو حد حاسس ان عنده اعراض من الاعراض اللي هي الشديده الخاصه وقلناها اكتر من مره وهنكررها، اللي هي ارتفاع اكتر من 38 درجه، الام في معظم او في كل الجسم، ودي في التنفس وسعال جاف. الاربع حاجات دول مؤشرات للكورونا. لكن الاقل من كده اللي هي الدور البرد العادي بيبقى واضح، يعني في انفلونزا، في عطس، في الكلام ده، الكل ده بيبقى انفلونزا العاديه. ولكن الكورونا بيتكلموا على درجه حراره فوق 38، بيتكلموا على تكسير في كل الجسم، دي في التنفس والسعال الجاف. كمان الحقيقه شيء النهارده مهم قررته الحكومه الحقيقه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات الكبيره، التجمعات الكبيره اللي بيكون فيها مواطنين زي الموالد والمناسبات والمهرجانات. وده شيء الحقيقة بنشكر عليه الحكومة، وكل دولة زي ما قلنا من البداية بتتخذ كل الإجراءات اللي من شأنها تحمي مواطنيها، وده اللي بتأكد عليه وأكدت عليه النهاردة منظمة الصحة العالمية. سيادة المستشار نادر سعد، مساء الخير يا فندم. سيادة المستشار، طيب هنحاول نوصل مرة تانية للمستشار نادر سعد عشان نشوف ايه الاجراءات اللي هيتم اتخاذها في الفترة القادمة. ولكن قبل برضو ما نتلقى الاتصال حابين برضو نأكد على حضراتكم الشائعات اللي بتنتشر من الصبح والهاشتاجات، وهيكون لينا وقفة معاها الخاصة بوقف او تعليق الدراسة في المدارس المصرية. تم نفي هذا الامر تماما. هنشوف دلوقتي في اللي كتبه المتحدث باسم الحكومة ايضا الاستاذ هاني يونس، اللي كتب فيه على صفحته على الفيسبوك يوضح هذا الامر، وبيأكد فيه ان النهارده اساسا ما كانش فيه اي اجتماعات موجوده للحكومه المصريه. النهارده مش الاربع، الحكومه اجتماعها يوم الاربع، وان رئيس الوزراء نفسه في اجتماعات بره مجلس الوزراء من الصبح. وبرضه بيقول للعلم برضه ما خدناش قرار، ده الاستاذ هاني يونس من مجلس الوزراء بيقول ما خدناش قرار بتعطيل الدراسه، ولو خدنا هنعلنه، لو خدنا قرار بتعطيل الدراسه هنعلنه. طيب هنخبيه ليه؟ مش قلنا من الاول مفيش حاجه هنخبيها؟ وطبعا مفيش خلاف او خلافات حصلت ما بين الوزراء بسبب تعطيل الدراسه. معانا على الهاتف السيد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. يا سياده المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. برضو اتمنى من سيادتك تضعنا في الصوره، ايه هي الامور الخاصه بالتجمعات الكبيره؟ يعني ايه تجمعات كبيره؟ وايضا الانتقال ما بين المحافظات بالنسبه لجموع المواطنين او الاعداد الكبيره من المواطنين. خلينا اوضح لحضرتك، احنا حصرنا اربع فعاليات اساسيه بتتميز او تندرج تحت قرار رئيس الوزراء. هي التجمعات اللي مش مطلوب خالص ان احنا نعقدها خلال الفتره القادمه. أيوة. هذه التجمعات هي الموالد والاحتفالات الشعبيه والمعارض والاحتفالات الغنائيه والمهرجانات. تمام. الفعاليات الاربع بالاضافه ممكن اضيف عليهم المؤتمرات الكبرى، لو مؤتمر يحضره جمع يعني غفير من الناس. يعني بنتكلم على فعاليات يا فندم يكون فيها الاعداد مثلا يعني بالمئات او بالتالي بالالاف يعني. بالظبط. هي الاربع فعاليات دول عاده او الخمسه عاده بيتميزوا ان هم فعاليات كثيفه الحضور. بتشهد تكدس سواء مثلا الموالد، يعني انت كان تتخيل كم البشر اللي بيبقوا موجودين في مولد، خاصه الموالد اللي هي ذات شعبيه اللي بيجي ليها الناس والمواطنين من محافظات اخرى. طب يا فندم ده احنا عندنا كم موالد؟ انا اسف جدا للمقاطعه يا مستشار. ده انا عندي مولد السيده زينب في 28 رجب، مولد الامام الشافعي 6 شعبان، السيده عائشه نص شعبان، مولد سيدنا الحسين 4 شعبان، وابو الحجاج الاقصري وعبد الرحمن القنائي برضه في نص شعبان، يعني كل الموالد دي بالتالي تلغى. يعني احييك ان انت عملت هذا الحصر. كل هذه الموالد فهم. كل هذه الموالد ستلغى حتى اشعار اخر، بمعنى انه اعتبارا من الذاكر لا لن يتم اقامه اي مولد الى حين صدور قرار اخر من رئيس الوزراء. أيوة. يعلن فيه انتهاء هذه الحاله التي تستوجب عدم اقامه هذه الفعاليات التي تشهد ازدحام جماهيري. طب يعني مثلا في نادي من الانديه عامل حفله عيد الام 21 مارس بعد اسبوعين وجايب مطربين واضح ان هيحضرها ناس بالالاف، فبالتالي الاحتفاليه دي ملغيه. بالظبط، لان الاحتفالات الغنائيه تقع تحت هذا البند. تمام يا فندم. التجمعات الجماهيريه الكبيره مثل زي ما حضرتك اديت مثال نادي جايب حفل غنائي كبير، طبعا متوقع يحضروا ناس بالالاف. طبعا هذه الاحتفاليات لن تعقد، محظور عقدها بقرار من
رئيس الوزراء. طيب معلش انا اطيل على حضرتك شويه في مساله بقى، الله يخليك يا مستشار، في مساله المدارس والجامعات. المدارس احنا وضحنا النفي ان مفيش اي شيء يتعلق بتعليق الدراسه، والكلام اللي كان يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع ان حصل خلافات في وجهات النظر ما بين الساده الوزراء، حضرتك ايضا تنفي هذا الامر؟ طبعا نفيناه، وزميلي الاستاذ هاني يونس المستشار الاعلامي نفاه على صفحته على الفيسبوك في الجزء الخاص بخلافات ما بين الوزراء، وقال لهم كده بالمنطق يعني الخلافات ايه اذا ما كانش ما عملناش اجتماعات اصلا النهارده مش الاربع اساسا يعني اصلا. بالظبط كده، مش ميعاد الاجتماع الاسبوعي بتاع مجلس الوزراء، ولا حتى الاجتماعات اللي هي العاديه اللي بنعملها لمناقشه موضوع ما، لم يتم عقد اجتماع اصلا بخصوص المدارس. خليني اكد للمره الثانيه، لا لم يتم اتخاذ اي قرار خاص بتعطيل الدراسه سواء في المدارس او في الجامعات. طب سمعنا برضو يا فندم ان هيبقى في اجتماع بكره للمجلس الاعلى للجامعات هيقرر فيه اليه للدراسه عن بعد، هل الكلام ده صح؟ هو ده من ضمن الاجراءات الاحترازيه او المجلس هيكون جاهز بيها، ده علشان يكون جاهز في حاله لو صدر قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات. يعني هم الناس بيعملوا الهوم ورك بتاعهم بيستعدوا علشان لو صدر يبقى في خطة استباقية نشوف هنتصرف ازاي. بالظبط كده، لكن الى الان لم يصدر مثل هذا القرار، ونفيت انا من يعني من حوالي ساعة اقل من ساعة ما تردد من انباء ان اعتبارا من باكر في اجازة لمدة شهر في المدارس والجامعات. اتقال برضو الخبر ده عاري من الصحه تماما، المدارس والجامعات مستمره. هل بيحصل تقييم للموقف ولا لا؟ طبعا يعني في ظل هذا التطور السريع للكورونا مش بس في مصر، عالميا احنا الحمد لله حتى يعني الانباء النهارده اخر بيان لوزاره الصحه ان في 20 حاله او 21 حاله تعافت بالفعل وبقت سلبيه، ده شيء مبشر يعني الحمد لله في طريق السيطره عليه، لكن ومع ذلك انت تتعامل مع فيروس مستجد ما انتش قادر تتنبأ بالظبط بطور التحول بتاعه. ده النهارده منظمه الصحه العالميه بتقول ان احنا على مقربه من اعلان وباء عالمي زي الانفلونزا في الستينات والخمسينات. بالظبط كده، وطالما حضرتك ذكرت منظمه الصحه العالميه وما قالته اليوم، خليني اقول لحضرتك انها قالت ايضا في عباره عن توصيه وليس قرار ملزم للدول، دعت فيه الدول انها تنظر من ضمن الاجراءات اللي بتتخذها الى اغلاق المدارس. هذا مزبوط. ليس يعني قرار ملزم من منظمة الصحة العالمية، لكنها توصية بأن الدول تنظر في ذلك أخذا في الاعتبار سياقاتها الداخلية، هذا ما قالته المنظمة. ومصر طبعا حتى بصرف النظر عن مثل هذه التوصية من جانب منظمة الصحة العالمية، نحن نقيم الوضع على مدار الساعة، وإذا ما استدعت الضرورة وإذا ما استدعت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا القرار الخاص بتعطيل الدراسة في المدارس أو الجامعات سنتخذه، وأهم من أن احنا نتخذه سنعلنه، مش هتعرف القرار من بره، انت هتعرفه من خلال حكومتك يعني. مظبوط يعني مظبوط جدا يا فندم، وانا بشكر حضرتك وشكرا جزيلا كمان على الاجراءات اللي فيها شفافيه في التعامل، خصوصا حتى الموقع، يعني الموقع الحكومه خصصته ودشنته في كل المعلومات بالارقام، مفيش اي شيء الحقيقه ممكن ان هو يستخبى يعني، فبنشكر الحقيقه جميع القائمين على هذه الامور يعني. شكرا جزيلا سياده المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ونأكد تاني ان كل الموالد الفتره اللي جايه ملغيه، كل الموالد ملغية لحين إشعار آخر. بنتكلم مولد السيدة زينب، مولد سيدنا الحسين، لأن طبعا سيدنا الحسين عنده في احتفالين بقدوم الرأس الشريف، واحتفال تاني بالمولد بالميلاد اللي هو بيبقى في يوم 4 شعبان. فمولد السيدة زينب، مولد السيدة عائشة في السيدة عائشة في 15 شعبان، مولد سيدنا الحسين 4 شعبان، الإمام الشافعي 6 شعبان، أبو الحجاج الأقصري أو الأقصري وعبد الرحمن القنائي في نص شعبان، كل الموالد دي ملغية بحكم القانون وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء. برضو النهاردة في تنويه مهم جدا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيؤكد ان هو بيتابع عن كثب كل ما ينشر او يبث بشأن فيروس كورونا المستجد، ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام المصرية المرئية والمسموعة والإلكترونية الالتزام بالدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات أو أي أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.
طبعا بيخاطبوا بعد كده البرامج المرئيه والمسموعه اللي بتاخد تليفونات او بتلقى اتصالات من الجمهور، لازم تتاكد من صحه الاخبار اللي بتنشر عليها. ودقايق قليله وهنوري حضراتكم ازاي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي كذب وتلفيق وتضليل ومحاولات لبس الخوف والفزع الحقيقه في الناس. لما بيبقى في شيء احنا بنقول لحضراتكم ايه اللي حاصل، العالم بيقول ايه، واحنا الدنيا عندنا عامله ازاي، ولكن لازم استقاء الامور او استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسيه. امبارح كنا فتحنا مع حضراتكم الامر الخاص بتحليل البي سي ار. ده التحليل بتاع كورونا او فيروس كورونا اللي الدول بتطلبه من العاملين عشان قبل ما يسافروا للخليج في الدول اللي هم شغالين فيها لازم الاول يعملوا التحليل ده ويتم اعتماده، وبالتالي يطلعوا بالسلامه يسافروا السعوديه، الكويت، الامارات، اي مكان بقى. امبارح كان في طبعا زحمه كبيره جدا قدام المعامل المركزيه لوزاره الصحه، وجبنا لحضراتكم الحقيقه كل الامور المتعلقه بيه. ده بالمناسبه برضو مجموعه من المعلومات نشرها المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، يعني ايه بقى تحليل البي سي ار، القدره الاستيعابيه للمعامل الحقيقه عامله ازاي، بتستوعب قد ايه. فحضراتكم شايفين مثلا بيتكلموا فيه 400، ده اجمالي القدره الاستيعابيه للمعامل من 9 حتى 13 مارس. دي التكلفة 1050 جنيه. بالمناسبة التكلفة دي ما فيهاش أي هامش ربح، التكلفة دي الألف جنيه دي ما فيهاش مكسب جنيه واحد لوزارة الصحة أو للحكومة، يعني مش حاطة ده عشان تجمع فلوس، لا، ده هي دي التكلفة الفعلية. وأقول لحضراتكم حاجة كمان قبل ما ندخل الهواء، حاولنا نكلم المعامل الكبيرة بتاعت التحاليل، نتصل بيهم نقول لهم سلام عليكم كذا، انا عايز اعمل تحليل بي سي ار، انا مسافر الدوله الفلانيه. بيرد عليك خدمه العملاء، ممكن حضراتكم تجربوا ده، يقول لك في المعامل الكبيره بتاعت التحاليل المشهوره، يقول لك احنا اساسا ما عندناش التحليل بتاع البي سي ار ده مش عندنا، روح بس الحكومه، يعني الحكومه بس، المعامل المركزيه بس لوزاره الصحه هي المسؤوله عن ده، وهي دي اللي فيها التحليل. فبالتالي هم مش عايزين يكسبوا جنيه من ورا حد، ولكن هو ده السعر العادل او السعر اللي هو بيتم اجراء الاختبار بيه. جبنا لحضراتكم الصوره امبارح من منطقه القصر العيني قدام المعامل المركزيه، وحابين برضو الناس يعني بتقول التزاحم ومش التزاحم وعدم توفر اجهزه البي سي ار او التحاليل دي مش كفايه او مش متوفره بكثره. طب ما تيجوا نشوف قبلها بيوم، قبلها بيوم نفس المنظر ده بس كان في الكويت، برضو جبناه اهو قدام حضراتكم. ولما جينا اتكلمنا مع الجاليه المصريه في الكويت اول امبارح قالوا لنا بسبب الناس عايزه تدخل تعمل تحليل البي سي ار المطلوب منهم، لان هم وصلوا الكويت من 3 4 ايام فلازم يعملوا التحليل، فبالتالي حصل تكدس في الكويت. يعني العالم كله يا جماعه، العالم كله في حاله من المفاجاه، الناس الدول حتى متفاجئه، لان فجاه كده انت محتاج حضرتك تعمل اجهزه كشف واجهزه تحاليل لمئات الالاف من البشر في نفس الوقت. جاي لك مثلا 100,000 مواطن عايزين يعملوا تحليل بي سي ار عشان مسافرين شغلهم عايزين يرجعوا الخليج، خلاص اعمل بقى التحاليل. فبالتالي الحقيقه كان في استجابة امبارح، وسيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة واجتماع مهم عشان توفير أماكن أو منافذ لإجراء هذه التحاليل اللي هي البي سي آر. معانا الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة. دكتورة نانسي مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني اولا دكتوره نانسي، حضرتك شايفه الحاله اللي احنا شفناها امبارح، وهل ده كان شيء متوقع مع الاعداد الغفيره؟ احنا قدرتنا ايه في وزاره الصحه والمعامل المركزيه عشان نقدر فجاه بين يوم وليله نواجه هذه الالاف من المواطنين اللي عايزين يعملوا تحليل البي سي ار؟ هقول لحضرتك ان المعامل المركزية في وزارة الصحة هي اللي منوط بيها استخراج الشهادات المطلوبة للسفر لدول الخليج والسعودية والكويت، كل الدول العربية حضرتك، وبيجي لنا في اليوم يعني بنوصل تقريبا ل4000 متردد عشان ياخدوا الشهادات دي. حضرتك احنا عندنا قدرتنا عالية جدا على الاستيعاب، بس اللي حصل زي ما حضرتك قلت فعلا ونويت عنصر المفاجأة. المفاجأة ان فجأة يعني في بالليل عرفنا ان بكرة اللي هيسافر لازم يجيب الشهادة، وفي خلال حضرتك 24 ساعة، يعني هو مش يعني لازم يعملها في زمن قليل جدا.
المهم حضرتك احنا كنا متواجدين والاجهزه والكواشف والفنيين اللي منوط بيهم عمل التحليل كل ده حضرتك موجود في المعامل، بس حضرتك التدافع وعدم التنظيم وان كان في ناس مثلا مسافره بعد 3 4 ايام برضو جايه تعمل التحليل. والله قلنا الكلام ده يا دكتوره، يعني قلنا يعني اللي معاه رحله اللي معاه تاشيره لسه مش هتنتهي دلوقتي او لسه ما حجزش طيران فيستنى شويه يستنى يومين، يعني بلاش فكره التدافع وده اللي حصل. يعني ده اللي حصل يا فندم فعلا امبارح، لان بقول لحضرتك احنا قدرتنا الاستيعابيه كل يوم حضرتك لو صورت في اي يوم تاني هتلاقي بال 4000 واحد، يعني المتوسط بتاعنا من 3 ل 4000 واقفين في طوابير منظمه والشرطه بتساعدنا بتحط الحواجز وتوضب كل حاجه. بس حضرتك اللي حصل المفاجاه، عنصر المفاجاه هو اللي راكبك الناس. حاولنا نبلغهم ان من فضلكم في قرارات هتطلع، كانت معالي وزيره الصحه مع مجلس الوزراء بيحطوا اليات عشان نخفف على الناس يعني يقدروا يروحوا فين يعملوا التحليل ازاي. نزلنا موقع على الانترنت خاص بالحجز، هيكتب اسمه رقم الباسبور التذكره، هيطلع له بقى الميعاد، لان لو تذكرته مثلا معلش ممكن نقول الموقع ده يا دكتوره معلش اسمه ايه الموقع؟ هو موقع، لا انا حضرتك انا يعني مش حافظه اسم الموقع، بس حضرتك انا عايز اقول لحضرتك ان الناس كلها دخلت عليه. ولا هو كير يعني الموقع الحكومي المخصص، الموقع الحكومي المخصص؟ لا 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 حضرتك موقع لا حضرتك نزل الموقع عشان تسجيل للسفر لموقع لاي بلد. اللي حصل حضرتك ان السعوديه علقت الطيران امبارح، يعني احنا كنا ظبطنا ان احنا عندنا منفذين هنعمل حميات امبابه وحميات العباسيه، هنسحب العينات من 12 بالليل ل 3 الصبح، هناخدهم نشتغلهم ويبقوا جاهزين الساعه 8 الصبح. عايز اقول لحضرتك كمان وزاره الخارجيه مشكوره قالت هتجيب لنا موثق عشان ما يبقاش فيه بقى بيجروا، لان ما يروحوش تاني عند مكتب التصديق على الخارجيه ويبقى فيه زحمه هناك تاني. بالظبط، يبقى كله في مكان واحد ونوفر عليهم مشوار واحد. عظيم. بالظبط بالظبط حضرتك، ويتوثق وتوصل الشهادات للسفاره السعودي وياخدوها ويمشوا على طول. بس حضرتك السعوديه علقت السفر. طيب لحينه، طيب يعني مساله تعليق السفر دي مساله متروكه طبعا للبلد اللي هتستقبل، ولكن احنا حضرتك بتاكدي احنا دلوقتي عندنا حميات العباسيه وحميات امبابه، هل في اماكن ثانيه غير حميات العباسيه وحميات امبابه؟ حضرتك المعامل المركزيه طبعا، المعامل المركزيه والمعامل المركزيه بقى ثلاث منافذ اللي عايز يجي. يا فندم حضرتك، فاحنا يعني تأثيرا على المواطنين، احنا النهاردة جالنا مثلا سلطنة عمان اعلنت ان هي برضو عايزة الفيروس في خلال 24 ساعة. الطوابير كانت على المعامل المركزية، بس حضرتك بنظام الحواجز موجودة والناس وصل لها يعني الفكر اللي الوزارة حطته ان في اماكن، في كواشف، في اجهزه احدث التقنيات، في الفنيين اللي هيشتغلوا عليها، واحنا ملتزمين بال 24 ساعه نسلم النتائج على طول. طيب ده شيء مهم جدا، وان المعامل شغاله، المعامل المركزيه وحميات العباسيه وحميات امبابه شغاله من الساعه 12 بالليل للساعه 3 الفجر عشان تتلقى سحب العينات، والنتيجه تظهر من 8 الصبح ويتم التصديق عليها في نفس المقر، مش كده يا فندم؟ بالظبط بالظبط حضرتك، بس ده تعلق دلوقتي لان السعوديه علقت. اللي بيجي لنا دلوقتي عندنا اول ما البلاد هتفتح تاني لفيروس كورونا المنفذين دول هيبقوا احنا جاهزين تمام. بالاطقم بتاعتنا ان هم يتوجهوا على طول. طيب احنا جبنا عموما احنا جبنا اسم الموقع، يعني اسم الموقع الخاص بتحليل البي سي ار، الناس اللي حابه تحجز برضه احنا بنتصرف يا دكتوره، يعني بالزبط. الله يكون في عونك، يعني فاحنا برضه جبنا طبعا الموقع قدام حضراتكم. لا والله حضرتك من كتر الشغل بس اكيد يا فندم. والله انا اقول لحضرتك حاجه، يعني امبارح كان ضيفنا الاستاذ حمدي امام رئيس شعبه الحاق العماله بالخارج، وهو كان زعلان ويعني والوزاره ونقص الامكانيات ومش عارف. والله احنا بشكل او باخر قلنا له نعذر الناس، اكيد الدنيا كلها اتربكت، جبنا الصوره في الكويت وجبنا الصوره في مصر، الكل متفاجئ من كم الاعداد والعالم كله متفاجئ من الامر. لكن خليني ارجوك يا دكتوره بس قبل ما نختم، فكره ال 1050
فكره احنا حاولنا ان احنا نكلم المختبرات الكبيره والمعامل الكبيره، قالوا لنا احنا ما عندناش بي سي ار ده اساسا، ما نعرفوش، روحوا وزاره الصحه يعني. ففكره ال 1050 دي عايزين ناكد ان دي هي التكلفه ولا في مكسب داخل للوزاره؟ لا يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك ده اقل من التكلفه كمان، بس يعني طبعا كمان؟ الوزاره يعني جهه لا تهدف لاي ربح يعني حضرتك. وده اولا في رقم للاستفسار 15 33 5، الرقم ده لو عايزين يستفسروا على اي حاجه خاصه بالمعامل يكلمونا. بمناسبه 1050 حضرتك، اولا هو سعر واحد 1050 ولكل الناس، مفيش حاجه. اصل جات لنا برضو اشاعه ان في ممكن مستعجل، قلت لهم مستعجل ما كل الناس بتبقى مستعجله. فهو احنا السعر 1050 ده حضرتك فقط في المعامل المركزيه. طب هو المفروض تكلفه التحليل كام يا دكتور؟ كله الطبيعي يعني هو حضرتك كام؟ يعني وهو حضرتك ممكن يوصل ل 1400 تقريبا التكلفه الفعليه للتحليل. تمام. فحضرتك يعني احنا شايلين كل الحاجات اللي المفروض تنضاف على التحليل ومسعرينه بال 1050 فقط لا غير. طيب يا دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتوره نانسي الجندي رئيس الاداره المركزيه للمعامل بوزاره الصحه، شكرا جزيلا على المعلومات اللي حضرتك اديتيها لنا النهارده في برنامجنا. ودايما احنا مع حضراتكم نجيب دايما اصل الخبر ونحاول نيسر على الناس الامور. امبارح برضو كنا الحقيقه بنطالب وطالبنا بالنظر في مساله الشيشه، وكان معانا دكتور عبد الهادي مصباح واتكلمنا معاه يا دكتور ايه الموضوع والشيشه ومش الشيشه، حذر من هذا الخطر الحقيقه بشكل كبير جدا. طب الناس اللي بتقول مش عايزين نودي الاولاد المدرسه او الجامعات، طب تمام هنخلي الاولاد في البيت، ولكن الاب ما هو شغال او الام، او الاب موجود بالليل قاعد مع اصحابه على الكافيه او موجود على القهوه وبيشيش، ما هو بيشيش ويرجع يروح البيت لاولاده. فيعني باي منطق يعني باي منطق يعني؟ فالشيشه هنا زي ما بيقول دكتور عبد الهادي مصباح خطر، وخطر كبير جدا، وهتسهل لا قدر الله انتشار الوباء ده، والعالم كله يا جماعه واقف على رجل، واحنا لسه زي ما شايفين المعسل شغال الله ينور يعني، وعمال تتنقل الشيشه من واحد لواحد. المملكه العربيه السعوديه النهارده حظرت الشيشه، منعت الشيشه في كل الكافيهات وكل القهاوي ولا الفنادق اللي بتقدم شيشه في المملكه العربيه السعوديه. نزلنا الشارع كده وقلنا طيب نشوف الاخبار، هل ممكن الشارع والناس رواد القهاوي والناس اللي بتشيش هل ممكن يقبلوا القرار ولا لا؟ وكمان هنعرف خطوره الشيشه اليومين دول هتبقى عامله ازاي. تعالوا نشوف. مشهد يقابلك كل يوم، فلو مررت من جانب مقهى الا وستجد الشيشه. الشيشة هي أداة للتدخين تعتمد على تمرير دخان التبغ المشتعل في الفحم بالماء قبل استنشاقه. هل هناك علاقة بين الشيشة وكورونا؟ كاميرا من مصر سألت من يقومون بتدخينها. أي حاجة فيها حاجات بتتنقل من إيد لإيد ممكن تنقل الكورونا، ها ممكن. بدام في مبسة من البلاستيك اللي بتحطه بتشرب بيه وبتنميه خلاص. أنا زمان من زمان أشربه عادي، أشرب لي حضر بتاع بس يعني مش على طول على طول بس ولا أكتر. ما انا حاطط مبسم هنا اهو بحس ان انا ما بستعملش المبسم ده كله، بكون انا عندي حرص يعني. والله بالنسبه للشيشه بتبقى كل مبسم مستقل مع نفسه، وعندنا المباسم تتعقم جوا وميه سخنه وكله. بعدين احنا بنغير الحجر، احنا الحاجه اللي بنستعملها بتبقى بعيده عن، ما بتتكررش اكتر من مره يعني. هو انا مش خايف من مرض كورونا، بس يعني انا اتولدت وعرفت من صغري ان مصر بخير يعني. والله في كذا طريقه ان ننتقل منها الكورونا يعني، في تجمعات كتير في مصر ده برضه ممكن يتنقل منها الكورونا، بس دي انا حاجه متعود عليها. لكن السؤال الذي يدور في ذهن البعض، ما علاقه الشيشه بفيروس كورونا؟ سنجيب كل من كانوا معنا في هذا التقرير وكل من يدخنها ويتابع. تدخين الشيشه ينقل من خلال المبسم العديد من البكتيريا، وبالتالي يسهل انتقال فيروس كورونا بعد وضع المبسم في الفم، فيستخدم من قبل شخص آخر فتكون سهلة لانتقال العدوى. سلمك الله يا من تقوم بتدخين الشيشة. من مصر محمد عبد العال.
والله هم يضحك وهم يبكي. يعني شوفوا في وسط اللي احنا بنقوله ده يطلع الشاب الجميل يقول لك ايه، يقول لك والله انا من يوم ما اتولدت ومن صغري عارف ان مصر بخير. اه يا مصر بخير وكل حاجه الحمد لله، ولكن في حاجه اسمها كورونا يا استاذ، ده كورونا بيتكلموا على وباء عالمي، فالموضوع مش سهل. يا مصر دايما بخير بس كورونا. يعني معانا على التليفون او على الهواء مباشره دكتور محمود عبد المجيد، استشاري الامراض الصدريه ومدير مستشفى صدر العباسيه الاسبق. دكتور محمود مساء الخير، والشباب الطيب بيقول لك مصر بخير يعني ومش هيحصل لنا حاجه من كورونا وبنغير اللي. رد سيادتك ايه؟ مساء الخير استاذ عمرو، مساء الخير على الساده المشاهدين. طبعا مصر بخير، بس يعني عقلها وتوكل. صحيح. مصر بخير ازاي؟ لازم مصر يعني ما نعملش جيش عشان يحمي حدودنا ونقول مصر بخير ما حدش هيقدر يغزونا مثلا، يعني ما ناخدش تطعيمات علشان ما يجيلناش شلل اطفال ونقول مصر بخير. وبعدين مصر بالرغم ان هي بخير لكن جالها اوبئه كتير في التاريخ. يعني جاء الكوليرا في سنه 48، وابتكر قبل كده حصدت ناس كتير، واحنا هنا في مصر برضو من قريب H1N1 صح. كان لي يعني أصاب ناس كتير، وإنفلونزا الطيور أصابت ناس كتير. فبس لولا أنه إحنا طبعا عناية ربنا أولا، ثم الاحتياطات الواجبة اللي لازم نعملها. طيب بمناسبة الاحتياطات يا دكتور، سيادتك شايف أن الشيشة خطر بيهدد المصريين في هذه الفترة الصعبة اللي العالم بيمر فيها بأزمة أو وباء نتيجة كورونا، وبالتالي لابد من حظر الشيشة؟ هي اولا الشيشه بتضعف الجهاز التنفسي، التدخين عموما بيضعف الجهاز التنفسي فبيقلل مناعته. يعني ايه تضعف الجهاز التنفسي؟ يعني مناعته بتقل. طب هو الكورونا ده عباره عن ايه؟ الكورونا ده عباره عن معركه بين الفيروس وبين مناعه الانسان. كل ما مناعه الانسان تبقى اقوى كل ما تقدر تتغلب على هذا الفيروس، كل ما الفيروس يبقى اقوى وعدده اكبر كل ما يتغلب على مناعة الإنسان ويصيبه بالمرض. صحيح. خد بال حضرتك. فطبعا الشيشة بتعمل إيه؟ الشيشة أولا بتضعف، قلنا التدخين في حد ذاته. نمرة اتنين، أنا سامع الناس اللي كانوا قبل ما أتكلم بيقولوا بين المبسم بيتغير. طب واللي والمية اللي في اللي، مش في مية في اللي؟ يعني بالتالي الفيروس ممكن ينتقل مش بس عن طريق اللي والمبسم اللي هو الخرطوم، ولكن عن طريق الشيشة الإزاز نفسها والمواسير بتاعتها أو الماسورة بتاعتها. طبعا 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 هو 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 الفيروس بيتنقل بس عن طريق المبسم. وبعدين بيقول لك احنا بنعقم وبنسخن. سخن ايه وميه مغليه؟ الكلام ده كلام ده. احنا اجهزه التنفس الصناعي اللي بنستخدمها في المستشفيات ليها حاجات بلاستيكيه كتير، والنيبولايزرز الناس عارفاها مرضى الصدر دي بتتعقم في اجهزه بلازما، اجهزه خاصه علشان ما تضيعش، مش في ميه مغليه ما تفسدش يعني الماده وفي نفس الوقت لا 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 دي عمليه تعقيم بدرجات حراره معينه علشان تقدر تعقم الحاجات دي. انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا للتدخين. وطبعا زي ما حضرتك قلت التدخين بصفه عامه يعني. انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا دكتور محمود عبد المجيد، استشاري الامراض الصدريه ومدير مستشفى صدر العباسيه الاسبق. وده ناقوس خطر احنا بنحطه امام حضراتكم، واعتقد كل واحد فينا حريص على صحته اولا وصحه اسرته والمحيطين به. فارجوكم ارجوكم بلاش مساله الشيشه الفتره دي على الاقل. يعني الإجراءات الاحترازية اللي تتاخد شاملة كل حاجة زي ما قلنا لحضراتكم، سواء المخالطين أو غير المخالطين، والناس اللي عليها أعراض مش عليها أعراض، الفنادق، وسائل النقل والمواصلات اللي بيتم تعقيمها، مسألة طبعا التجمعات والأمور دي كلها. ولكن الشيء المهم برضو الحقيقة هي الناس اللي جاية من بره، سواء بقى كانوا أجانب أو مصريين راجعين لمصر. الطب الوقائي والحجر الصحي الحقيقة في كل مطارات مصر، كل مطارات مصر، كل الموانئ البحرية، كل المعابر البرية، الكل الحقيقة في حالة انتباه، والكل في حالة يقظة للمتابعة. زي ما حضراتكم شايفين ادي الصورة نقلنا لحضراتكم خلال الأيام اللي فاتت، الصورة من مطار الأقصر، امبارح كنا في مطار برج العرب، النهاردة رحنا مطار شرم الشيخ عشان نشوف الإجراءات المتبعة في المطار. تعالوا نشوف. تدابير صحية طبقتها سلطات مطار شرم الشيخ الدولي تجاه كافة رحلات الطيران القادمة من الخارج، شملت قياسات درجة الحرارة لجميع الركاب وملء بطاقة المتابعة الصحية
وغيرها. بمجرد إعلان وزارة الصحة لحالات الطوارئ مع وجود الفيروس، تم رفع درجات الاستعداد للحجر الصحي للمطار للدرجة القصوى، تم زيادة الأطقم العاملة من الحجر الصحي، لأن الحجر الصحي اوريدي موجود عندنا في المطار بصفة مستمرة على مدار الساعة، زيادة الأعداد عشان تتواءم مع حالات الكشف على الركاب اللي بيوصلوا المطار. طبعا معدل الرحلات عندنا في شرم الشيخ بيبدأ من تقريبا من 45 ل 65 رحلة في اليوم ووصول. أول ما الطيارة تنزل إلى أرض المهبط بيتم التعامل مع الطيارة من أول ما تنزل أرض المهبط، عن طريق إن إحنا بنعمل عملية تعقيم للشنط عن طريق رش الشنط اللي هي جاية، وتعقيم الطيارة نفسها من جوه. تعليمات وإجراءات مشددة شملتها جميع الموانئ والمطارات المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذا فقد دعمت الحكومة المصرية فرق الحجر الصحي بكافة الأجهزة اللازمة للقيام بواجبها. حضرتك بنكشف على جميع الركاب في جميع المطارات في جميع الطيارات دلوقتي، راكب بداية من الطفل الصغير الرضيع حتى كبار السن حتى ذوي الهمم، مفيش راكب ولا راكب بيعدي مننا الا وبنعمل تشيك اب عليه. اولا اول ما الرحله بتيجي بنقف على الباب بنستقبلها، بيبقى في اتنين بيستقبلوها بيدوها الكروت اللي هي اللي حضرتك شفتها معانا دي، بيكتبوها، في واحد بيستقبلها عند السلم قبل ما يطلع بيتاكد ان الكارت كامل، اول ما يتاكد ان الكارت كامل بيعديه بيستقبل واحد تاني يقيس له الحراره وينظره. هي إجراءات تبدو روتينية وبسيطة لكنها هامة وفي غاية الضرورة. تلك هي الإجراءات التي يقوم بها فرق الحجر الصحي هنا في مطار شرم الشيخ الدولي. من مصر، طارق أحمد. قلنا لحضراتكم لابد دلوقتي أن الناس تاخد بالها، زي ما تاخد بالها على صحتها تاخد بالها من ودنها. يعني من ودنها؟ يعني بالكلام اللي هي بتسمعه، تاخد بالها من الحاجة اللي هي بتشوفها بعينيها، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ لأن اليومين دول والأيام اللي جاية احنا بس بننبه حضراتكم إن هيحصل مشاكل كتير في الإشاعات والكلام الغلط اللي ممكن تلاقوه على وسائل التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف دلوقتي مجرد مثال واحد للكذب اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. يقول لك بص الحق، ده في واحد في المستشفى الفلانية مصاب بالكورونا، مش عارف مدرسة فيها حالتين مصابين بالكورونا وبيطهروا الفصول، ده في موجود معرفش مين مدرسة قررت ان هي تقفل وتدي اجازة لمدة اسبوعين عشان خاطر الولاد المصابين فيها. حضراتكم هتسمعوا اشياء من هذا القبيل كتير. في حاجات ممكن تحصل بناس بحسن نية بتنقلها، ولكن سوء النية موجود، سوء النية موجود. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي فيديو، الفيديو ده قصة، فيديو هسيب حضراتكم تشوفوه الاول. تعالوا نشوف. خلاص خلاص خلاص. فيديو لما اي واحد فينا يشوفه يقول لك ده في طفل مصاب بالكورونا. تعالوا يا جماعه نشوف. حساب موجود على وسائل التواصل الاجتماعي لواحد من الاخوان الموجودين في قطر، اخواني موجود في قطر اللي هو اللي اسمه تامر، منزل البوست، ننزل بيه بعد اذنكم يا جماعه، منزل بيه البوست زي ما حضراتكم كده هتشوفوه حالا. بيقول تحت هاشتاج اسمه تعليق الدراسه في مصر، تعليق الدراسه في مصر، بيقول ايه بقى جوكر، بيقول ايه ولادنا وبناتنا في خطر، كاتب حاطط الصوره اللي حضراتكم شفتوها. طبعا هو بيقول تعليق الدراسه اهو زي ما قدامكم كده شايفين، بيقول اولادنا وبناتنا في خطر، هاشتاج مطلعينه اسمه ايه تعليق الدراسه في مصر. اول واحد او ما انا ولا اي اب يشوف الصوره دي او الفيديو اللي شفناه يتفزع على عياله. دورنا وحققنا لقينا الفيديو ايه، المفاجاه المذهله. ننزل نشوف اصل الفيديو يا جماعه. طلع في ايه الفيديو ده؟ طلع الفيديو ده لطفل سعودي من سنه 2016، الولد يا حبيبي ربنا يشفيه ويعافيه عنده مرض في الدم، ووالدته كانت بتطالب السلطات السعوديه ان هي تتدخل لانقاذ ابنها. يا ريت بعد اذن حضراتكم نشوف البوست اللي هو الاصلي اللي بيوضح ان الحاله دي من سنه 2016 ملهاش اي علاقه بيه، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره قدامكم. الموقع اسمه حقوق الضعوف في المملكه العربيه السعوديه. امتى يا جماعه مكتوب قدام حضراتكم منشور امتى الفيديو؟
منشور في 12 ديسمبر 2016، فيديو من 3 سنين وزيادة في المملكة العربية السعودية، ولكن الجماعة الإخوان واللجان الإلكترونية بتاعتهم خدوا فيديو من السعودية من 3 سنين و4 شهور وبينشروه النهاردة إن هو في مصر عشان يخوفوا حضراتكم، عشان يقفلوا المدارس، عشان البلد تقف. ده مجرد نموذج بس قصير أمام حضراتكم لكمية الضحك على العقول وكمية الحاجات المغلوطة الموجودة على السوشيال ميديا. فلو سمحتوا لازم بس نفكر ونبص الأول، مش كل حاجة هنشوفها ومش كل حاجة هنقراها الأيام اللي جاية نصدقها. أدي فيديو موجود من السعودية في 2016 حاطين النهاردة الإخوان في مارس 2020 إن هو حالة كورونا الطفل في مصر. ده مجرد نموذج بسيط اللي بيحصل على السوشيال ميديا. نطلع للتقرير الإخباري، وبعد التقرير الإخباري لسه معانا وقفات مهمة جدا. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية ومخصصات الصحة والتعليم للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة. وقال رئيس الوزراء إنه سيتم خلال الموازنة الجديدة التركيز على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة للقرى ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتوفير حياة كريمة لسكان القرى، وأنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام. أدانت وزارة الخارجية محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك صباح اليوم بالخرطوم، معربة عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاته. وأكدت وزارة الخارجية على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه. افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد انتهاء أعمال التجديدات. المقر يتكون من طابقين، يضم الأول 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات من أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز الأشعة تحت الحمراء وغرفة للإدارة الطبية وصالة للتأهيل والعلاج الطبيعي وصالة استقبال مجهزة بشاشات عرض ومكتب للاستعلامات ومركز خدمات تحت التطوير. أعلن بنك ناصر الاجتماعي تخصيص 50 مليون جنيه لتمويل وإنشاء وتطوير الحضانات من خلال قروض حسنة تتراوح قيمتها ما بين 20 وحتى 500 ألف جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تنفيذ قروض حضانة لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الثلاثاء بالقاهرة الكبرى دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة. بالنسبة للوجه البحري فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة. بالنسبة لشمال الصعيد فمن المتوقع أن يشهد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا. أما جنوب الصعيد فمن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة. النهاردة الحقيقة كان في حكم مهم جدا من محكمة جنايات القاهرة. فاكرين حضراتكم حادثة القطر، حادثة محطة رمسيس المفجعة السنة اللي فاتت واللي أدمت قلوبنا جميعا. الحقيقة النهاردة صدر حكم محكمة جنايات القاهرة قادت بمعاقبة سائق القطار بالسجن 15 سنة وألزمته بدفع مبلغ وقدره 8 مليون جنيه و880 ألف و236 جنيه و26 قرش، يعني كل مليم هيدفعه. ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنين وخمسة آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات بالإضافة ل3 سنين لأنه كان متعاطي مخدرات. الحقيقة فالعقوبة بالنسبة له هنا مشدد، سجن مشدد وإلزامه بدفع مبلغ 10,000 جنيه. الحقيقة الأحكام اللي صدرت النهاردة من المحكمة يعني نقدر نقول كده أثلجت صدور الكثير من الناس الحقيقة اللي كانوا فقدوا أولادهم أو فقدوا بعض من أهلهم الحقيقة في هذه الحادثة الحقيقة اللي كانت مؤلمة لنا جميعا ورحمة الله عليهم. وده الحقيقة قصاص عادل، ونحيي القضاء المصري الحقيقة على هذه الأحكام. احنا لا نعلق على الأحكام ولكن دي قضية إهمال. فالحكم النهاردة بكل تأكيد هو رسالة لكل مهمل، لكل واحد بيتعاطى المخدرات الحقيقة في
أثناء تأدية عمله على وجه الأخص في الأمور اللي بتخص حياة الناس. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة. رئيس الهيئة العربية للتصنيع أيضا كان حاضر، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. الاجتماع لتناول الاستراتيجية الخاصة بتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية للمركبات في مصر بقى على اختلاف أنواع هذه المركبات. كمان تم التركيز على مجموعة من المحاور الحقيقة في هذه الاستراتيجية المهمة لتوطين هذه الصناعة في مصر، سواء السياسات المطلوبة ليها، البنية التشريعية المطلوبة ليها، حتى البنية الأساسية اللازمة لهذه المشروعات، الحوافز الاستثمارية ممكن تقدم للمستثمرين في هذه الصناعات المهمة، وكمان تحفيز الطلب على المركبات خصوصا الكهربائية وبرضو والهايبريد أو الهجين اللي بتعمل بالغاز الطبيعي. كمان الرئيس وجه بالشروع في إطلاق الاستراتيجية، وده في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية 2030 وبالتأكيد أبعادها التنموية والاقتصادية. كمان كان في اجتماع آخر لسيد رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي وقطاع البحث العلمي في مصر، وكمان الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي زي إنشاء الجامعات الجديدة، الجامعات الأهلية، لو في جامعات حكومية جديدة، فروع الجامعات الدولية اللي بتنشأ في مصر، الجامعات التكنولوجية اللي بتنشأ في عدد من المحافظات، وكمان تطوير البنية المعلوماتية اللازمة لهذه الجامعات والجامعات المصرية القائمة بالفعل عشان تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية. في هذا الإطار الرئيس وجه خلال هذا الاجتماع بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في المزيد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ده بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للجامعات التكنولوجية الحقيقة، سواء من حيث القيمة العلمية اللي بتضيفها للخريج أو احتياجات السوق لهذه النوعية من الخريجين اللي عندهم النو هاو أو التعامل التكنولوجي أو التأهيل التكنولوجي للي هيتخرجوا إن شاء الله من الجامعات التكنولوجية. اليوم كان في زيارة مهمة جدا للوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى الخرطوم. الوزير عباس كامل التقى مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دوقلو أو حمدتي، نقل لي تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان والحرص على المساعدة في تلبية طموحات الشعب السوداني. اللواء عباس كامل زي ما قلنا كان وصل النهاردة للخرطوم على رأس وفد أمني رفيع المستوى، التقى كذلك برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. اللواء عباس كامل أكد للفريق دوقلو أو حمدتي تضامن مصر كذلك مع السودان حكومة وشعب في مواجهة الإرهاب، وبحث كذلك مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عدد من القضايا الثنائية محل الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. زيارة الوزير عباس كامل إلى السودان كأول رسالة تضامن مع الشعب السوداني وقيادته في مواجهة الإرهاب بعد ساعات قليلة جدا من الحادث الإرهابي اللي تعرض ليه رئيس الوزراء السوداني. أيضا عقد الوزير عباس كامل جلسة مباحثات مع كل من الفريق أول محمد حمدان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدون والفريق جمال عبد المجيد رئيس المخابرات العامة السودانية وعدد من المسؤولين السودانيين. هنعرض على حضراتكم دلوقتي الفيديو يعني عايز اقول لحضراتكم بيثير حالة من الفزع والضيق والإحساس بالدونية عند الكثيرين في الحكومة التركية والغضب في الشارع التركي. تم تسريب فيديو لأردوغان وهو واقف على الباب مستني يقابل بوتين الرئيس الروسي، وقف شغلوا له العداد وقف دقيقتين كاملين على العداد زي ما حضراتكم شايفين، يبص يمين ويبص شمال.
اللي معاه يبص يمين ويبص شمال، يبص في الارض ويرجع يبص في السقف، اخر ما زي وكل ده والعداد شغال. واللي عامل العداد ده مين لو حركوا تاخدوا بالكو؟ ها، التلفزيونات الروسيه. امبارح كان هو الايه، كانت يعني بلغه الشارع او الشباب، القنوات الروسيه كانت زي ما بيقولوا كده مطلعاه على المسرح، مطلعاه تتفرج عليه. شغلوا له العداد، ظبطوا الدقيقتين زي ما شايفين كده مكتوب بالروسي، وهو واقف اخر ما هيزهق مش عارف يعمل ايه، مستني الرئيس بوتين يفتح له الباب يستقبله. شيء ما بيحصلش، حاجه ما بتتكررش. موقفه لطعه هو والوفد بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، بداوا يضربوا اخماس في اسداس. وطب هو ايه اللي هيحصل؟ طب هو في ايه؟ طب هو بيعاملنا كده ليه؟ طب زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا دقيقه و10 ثواني و12 ثانيه زي ما حضراتكم شايفين مش لاقي له كرسي، عايزين كرسي يقعد عليه. وفي الاخر فعلا هيضطر، تعب يعني، هو الراجل برضو صحته على قده، معلش الخناقه كده في الفيديو شويه، صحته على قده ومش عارف يعمل ايه. وسلموا الشنط بقى، خلاص بقى مش قادرين يشيلوا الشنط، حط بقى شنط على جنب ونظبط جرافطاتنا كده لعل وعسى. الراجل اخر 30 ثانيه وقف بقى، خلاص تعب من الوقفه، دور على كرسي، لقى كرسي جنب الباب، فقال يريح العظمه ويقعد كده على الكرسي ايه ويستهدى بالله، لغايه ما الرئيس فلاديمير بوتين يقول له يدخل. زي ما انتم شايفين حاله انكسار، حاله دهشه، استغراب، هو ايه اللي بيحصل؟ اه تمام، نفتح خلاص، يدخل، يلا يلا بالشفا، يلا هيتفضل، يلا ادخل، يلا قابل، يلا قام بقى طبعا وعلى وشه غضب ربنا، وهيدخل يقابل الرئيس بوتين. الرئيس بوتين بيضحك، ما عندوش مشكله خالص طبعا. ده ايه، يعني الضحكه الصفراء، عارف حضرتك الضحكه الاخوانيه الصفراء دي. بص هو داخل عامل ازاي، وهيتلطع الدقيقتين بره، وفي الاخر يقعد على الكرسي، وفي الاخر ايه، عامل الضحكه الصفراء بتاعت الاخوان دي، وعمل فروم اير تو اير كده وبصفار، وقام جاي بدا المباحثات مع الرئيس بوتين. الرئيس بوتين طبعا حضراتكم عارفين ايه اللي حاصل طبعا ما بين روسيا وما بين تركيا في هذا الامر. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل بنحتفل وبنعظم شهدائنا النهارده في يوم الشهيد 9 مارس، وبالتالي يجب ان احنا نقدم التحيه والاجلال لارواح كل شهدائنا على مر العصور الحقيقه، سواء من طبعا القوات المسلحه. والنهارده ذكرى استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض رحمه الله عليه فتره حرب الاستنزاف على الصفوف الاماميه والخطوط الاماميه للمواجهه. وبقى من يوم 9 مارس في استشهاد الفريق عبد المنعم رياض اصبح ده ذكرى، بنحيي فيه ذكرى شهدائنا جميعا على مر العصور. هنستقبل ضيوفنا الكرام من اسر الشهداء بعد الفاصل عشان نشد على ايديهم ونعبر عن تضامننا يعني وتعاطفنا في هذه الظروف وفي هذه الذكرى. هناك شخوص يحفرون في وجدان الوطن وفي الذاكرة وفي الفؤاد، ما أن تذكر اسمه إلا ويستحضر الذهن معاني تتعلق بالصبر والعزيمة والإخلاص. الشهيد عبد المنعم رياض، المولود سنة 1919، هذه السنة التي شهدت ثورة الشعب على الاحتلال، لم تغب عن عينيه صورة المحارب الماسك بسلاحه المؤمن بالتضحية من أجل الوطن. التحق بالكلية الحربية، تخرج عام 1936 رغم عدم تجاوزه السن القانونية للقبول بالكلية الحربية. كان له دور أصيل في إتمام صفقة الأسلحة بين مصر والاتحاد السوفيتي عام 1956، ما دفع القيادة السياسية لترقيته لرتبة أمير العي، ثم لقب بالجنرال الذهبي، وحصل على هذا اللقب أثناء تلقيه دورة دراسية عليا بأكاديمية فرونزا العسكرية بموسكو بعد أن اجتازها بتفوق وكان الأول على دفعته. سجل بطولاته يستمر، فرأس أركان حرب أول قيادة عسكرية عربية موحدة قبل أيام قليلة من نكسة عام 1967، استدعته القاهرة ليتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 11 من يونيو من العام نفسه. وقف الجنرال بين أبنائه، استعار خوذة ومنظارا وقفز بضع قفزات أوصلته للجانب الثاني من شاطئ القناة. اتخذ لنفسه ساترا، أخذ يراقب بقية دشم العدو إيذانا بتدميرها. ما هي إلا دقائق حتى انهالت دانات مدفعية العدو على موقع تمركز الجنرال الذهبي.
إلا أنه ظل واقفا ثابتا يصدر أوامره لجنوده، إلا أن إحدى دانات العدو انطلقت شظاياها تجاه رياض لتستقر في قلبه، ليستشهد في ظهر 9 مارس عام 69 الجنرال الذهبي الشهيد عبد المنعم رياض. من مصر، محمد عبد العال. يمين الولاء. كل الشهداء اللي احنا بنتكلم عليهم، عسكريين كانوا ومدنيين كانوا، ده تمن كبير قوي دفعته بلدنا لاجل خاطر ان البلد دي تبقى في امان وسلام. قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه خالد مغربي دبابة، خالد مغربي دبابة، بكل الفخر التحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة شهيد ولكل روح شهيد. حيوهم فين ما كنتم واحلفوا ناخد بطرهم تسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. تحية لكل شهدائنا الأبرار على مر العصور، وهنحاول في الوقت ده لأن مهما ادينا لهم من وقت أكيد مش هيكفي إن احنا نذكر اللي هم قدموه ونشكر الحقيقة اللي هم قدموه، ولكن هم في النهاية في جنة الخلد دائما إن شاء الله مع الصديقين والشهداء، مع الأنبياء والصديقين والشهداء. خليني أرحب بضيوفي الكرام في الاستوديو. برحب بسيادة الله محمد مشهور والد الشهيد الرائد إسلام مشهور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا سيادة الله. أهلا وسهلا. كمان برحب بالست سهير حسين إبراهيم والأستاذ عيد أحمد السيد، وهما والدة ووالد الشهيد المجند أحمد عيد شهيد كمين العريش. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. ورحب معنا كمان على الهوى مباشرة برضو 2 من أسر الشهداء، السيدة آيات عبد الفتاح وهي أرملة الشهيد الرائد مصطفى عبيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة آيات، وبرحب بالأستاذة أمل محمد المغربي والدة النقيب شهيد محمد أحمد عبده. برحب بحضراتكم برضو معنا الحقيقة، وأنا عارف معلش أنتم منتظريننا من شوية، ولكن أبدأ مع سيادة الله محمد مشهور. النهاردة 9 مارس يوم الشهيد، بيمثل لحضرتك إيه وإحنا النهاردة بنتذكر شهيدنا وكل شهدائنا؟ نتكلم حوالي أقل من 3 سنين على حادث الواحات، ويعني حضرتك شايف إزاي الثلاث سنين دي مرت على حضرتك؟ النهاردة بس يعني أهني الشعب المصري كله بيوم الشهيد، يوم فخر واعتزاز لنا كلنا كأسر شهداء. احنا صحيح فراقنا لاولادنا صعب، لكن فخرنا واعتزازنا بان اولادنا ضحوا بحياتهم عشان خاطر بلدهم ده وسام على صدرنا. والشهداء دول ذكراهم ما بتروحش من بالنا،
صحيح فروقهم صعب، لكن الولاد دول سواء ضباط ولا مجندين زي اسلام زي الشهيد احمد عيد، ومش عادة اقدر اعد الشهداء، طابور الشهداء طويل، وكلهم ابطال، كلهم شباب، وعظمة مصر في شبابها. طبعا الولاد دول جابوا الشجاعة دي كلها منين؟ كنت احس تعب اكيد من البيوت الطيبة اللي احنا شايفينها قدامنا. طبعا والاف البيوت الطيبة اللي قدمت شهداء اكيد. طبعا. يا فندم انا اسف يعني، لا انا عايز اقول لك ان لو بصيت للشهداء كلهم من اول حتى الرتب العالية لحد الجندي تحس انهم كلهم اخوات. مظبوط. تحس ان حياتهم كلها واحدة. صحيح. يعني الاسر والبيوت كلها واحدة من النبت الطيب. صحيح. للارض مصر دي. ف تحية لكل شهداء مصر. صحيح. صحيح. رحمة الله عليهم وتحية ليهم يعني. احياء عند ربهم يرزقون يعني. طيب ودي دي بعض الصور الحقيقة من تكريم من تكريم سيادة الرئيس لأسرة الشهيد اسلام. دي والدته. دي والدته. اخبارها ايه؟ الحمد لله انا تحيرنا ليها ولو هي انا من هنا برضو زي لو سمحت لي انا يعني برسل التحيه لكل عظمات مصر. صحيح. واحنا مع حضرتك طبعا يعني. صحيح. الام المصريه دي اللي ضحت وربت وبتفقد، يمكن احنا كرجال العمل بياخدنا، لكن الام العظيمه دي اللي ربت وسهرت وتعبت وقدمت ابنها وفلزتها وهي راضيه. صحيح. تحيه للام المصريه. انا بضم صوتي لصوت سياده اللواء يعني اللي هو برضو ابنه اسلام رحمه الله عليه، قدم ابنه اسلام وحضرتك قدمتي ابنك احمد. ربنا يا رب يصبر قلبك. وانا شايف ملامح الرضا والايمان والاحتساب والطمانينه على وجه حضرتك. لله. ربنا يزيدك يا حاج سعود. الحمد لله. احنا راضيين بقضاء ربنا الحمد لله. وابننا كان بطل يعني، عاش بطل ومات شهيد الحمد لله في جنة الخلد يا رب. احمد الله اكبر عليك، كان الناس كلها بتحبه وكان رضا ربنا كله عليا. الله الحمد لله. والله الله يرحمه. الحمد لله. احمد انصاب قبل كده، قبل ما يستشهد بشهرين. كان اتصاب قبلها بشهرين. وراح مستشفى العريش وزمايله راحوا له واحنا ما نعرفش. ما كنتوش تعرف. ما كناش نعرف. صورة الشهيد البطل احمد عيد رحمة الله عليه منورة الشاشة يعني. الحمد لله فضل من ربنا. الحمد لله. انت ما كنتيش خايفة لما عرفتي ان ابنك رايح العريش؟ لا والله يا احمد كان طالب الشهادة قبل ما يروح الجيش. احكي لي. احمد قبلها بسنتين جهز شنطته تحت الجيش وراح حاططها له فوق ظهر الدولاب عندنا كده. احمد خريج ايه او مخلص ايه رحمة الله؟ لا دبلوم. دبلوم. تمام. دبلوم. وجهز الشنطه بتاعته على حسب رايح التجنيد. على حسب اللي رايح التجنيد. بقول له حبيبي انت مجهز الشنطه وانت هو في دلوقتي ماشي على الجيش ده لسه قدامك سنتين. قال لي انا عايزها تبقى قدام كده جاهزه. ليه بقى؟ كان بيشوف الفيديوهات بتاعت غزه. ويشدوا البنت من دول يحطها تحت العجلة بتاعت العربية. يتخوا الشاب في إيد أبوه. طبعا هو يعني إحساسه والحمية إحساسه اللي جواه والحلم بتاعه اللي هو عايز يبقى شهيد عشان ينقذ اللي زي دول. طبعا أحمد اللهم صل على سيدنا محمد جهز شنطته. بقول له ليه يا حبيبي هو أنت مستعجل ليه يا أحمد على الجيش كده؟ قال لي يما انا نفسي ابقى شهيد، نفسي ربنا ينولني الشهاده. بقول له ليه يا احمد؟ قال لي يما ما بتشوفيش بتوع غزه كذا وكذا وكذا. انا نفسي اطلع اموتهم كلهم وابقى شهيد. الله يرحمه. يما انا نفسي. طيب يا احمد ابص الاقي راح حاطط لي الصور بتاعته ركبها لي ومع اغنيه مصطفى كامل مع بتوع غزه. هو طبعا الاحداث واللي بيحصل والكلام ده بيخلي الشاب نفسه بينفعل بيقدم نفسه فدا للبلد يعني. طبعا نفسه يبقى شهيد. سبحان الله شهيد. وربنا سبحانه وتعالى دي مرتبه مش حد بينولها يعني. والله قال على المكان اللي هو هيروح فيه على الحدود.
بقيت اضحك واخدها يعني بطريقه اقول له يعني ما لقوش الا انت يا عبود انت اللي يوقف على الحدود. ولكن الحاج عيد اكيد برضو كاب زي ما بيقول سيد الله محمد بيبقى عندك مشاعر النهارده برضو وانت بتتذكر ابنك. هو ده ابنك طبعا اكيد مش 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 بفارقك ولا بفارقنا يعني. انا فرحان له اصلا بالشهاده بتاعته لان هو عمل حاجات كويسه وما بخلش عن بلده خالص. وكان بيحب احمد كان عنده حماس لبلده جامد. كان بيحب احمد كان عنده حماس لبلده قوي الله يرحمه وكان بيحب الخير للناس كلها وكانت الناس كلها بتحبه. وكان اما يلاقي مثلا ناس تعبانه او راجل كبير ومش قادر يمشي شهم اكيد يحاول يساعده يعني صح يحاول يساعده ما يسيبش حد تعبان اصلا لازم يحاول على اي حد يساعده. طب انت شايف النهارده بعد الفتره دي والحمد لله رب العالمين الارهاب في اماكن كتير جدا خصوصا في المنطقه دي في شمال سيناء الحمد لله انحصر والحمد لله احنا في امان نتيجه لتضحيات ابنك وباقي الابطال رحمه الله عليهم بتحس بايه النهارده واحنا عايشين في امان؟ ربنا احنا خصوصا الله البلد بقى كويسه دلوقتي على الاول يعني الحمد لله بقت امن وامان يعني بقى احسن من الاول كتير. الحمد لله الحمد لله يعني دلوقتي بقى كويس على الاول وربنا يدوم علينا كده طبعا ان شاء الله يا رب اللهم امين وده بتضحيات اولاد حضراتكم جميعا يعني ان شاء الله فاحنا حقيقه يعني احسن بلد ان شاء الله بلد يا رب اللهم امين. طب ناخد راي كده الاستاذه ايات عبد الفتاح حرم الشهيد الرائد مصطفى عبيد رحمة الله عليه والشهيد مصطفى عبيد استشهد في يناير 2019 يعني من سنة وشهرين تقريبا لما كان بيفكك العبوة بالقرب من كنيسة أبو سفين في مدينة نصر. وبرضو الأستاذة أمل المغربي والدة النقيب محمد أحمد عبده استشهد في يوليو 2015 في رمضان في تفجير الشيخ زويد. أستاذة أمل أهلا وسهلا بحضرتك النهاردة يوم الشهيد فإحنا بنوجه ليكي وللأسرة كل التحية والتقدير يا فندم. شكرا لكم أستاذ أمل حضرتك سامعاني؟ أنا سامع طيب. حضرتك على فكرة طيب يعني تقولي إيه النهاردة يا فندم؟ في يوم 9 مارس يوم الشهيد أنا مش هقول على نفس كلام الوالد الشهيد ووالدة الشهيد اللي في الاستوديو أنا هضيف يعني أنا معاهم في كل الكلام ده مش هضيف كتير إنما أنا هقول إن الشهيد لازم دي تبقى صفاته. الشهيد صناعة ربنا. الشهيد طول فترة الله. حياته ربنا اللي رباه مش الأهل لوحدهم. يوم ما ربنا اختار الشهيد حط عينه عليه بفتكر طول فترة حياة محمد وصفاته وعلاقاته بالآخرين وبينا وبشغله وإخلاصه وعمله وتفانيه ورجولته وشهامته دي تربية ربانية فعلا. ويوم ربنا ما استرد ودعته واتقطعت ورقة آخر ورقة رزق لابني في الدنيا ربنا استرده برضو بطريقة تليق بعظمة الخالق. محمد شهيد بطل مقبل. محمد كان 14 رمضان كان صايم في 14 رمضان طيب لحد ما رجعنا تاني للاتصال مع الأستاذة أمل أروح للأستاذة آيات حرم الشهيد الرائد مصطفى عبيد والشهيد برضو مصطفى عبيد أحد أبطالنا الحقيقة برضو اللي قدموا روحهم هدية للوطن وهو بيحاول يفدي الناس وبيفكك العبوة الناسفة يعني في جنب كنيسة أبو سفين في مدينة نصر في عزبة الهجانة تحديدا في احتفالات عيد الميلاد. يا أستاذة آيات تحياتي لحضرتك يا فندم وأكيد لازم برضو نوجه التحية لحضرتك والأسرة في هذا اليوم حضرتك تقولي إيه؟ شكرا جدا يا فندم. النهارده يوم التضحيه يوم الوفاء هو الحقيقه يعني الشهداء ما يكفيهمش يوم واحد في السنه طبعا. ناس يعني يا ريت يبقى ليهم كل يوم عيد كل يوم ذكرى. الناس دي ما ترددتش انها تضحي باغلى حاجه عند الانسان ما بصوش وراهم ما ترددوش يعني انا ولا الناس لا الناس. طب في مساله التردد الشهيد مصطفى عبيد رحمه الله عليه ده هو شغلانته
ان هو يفكك المتفجرات، يعني 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 هي دي شغلانته، بيروح الشغل عشان يفكك متفجرات، فكل يوم يعني ربما يكون في حساباته ان هو لا قدر الله ممكن يحصل استشهاد. يعني كان دايما بيبص للخطوره دي ازاي يا فندم؟ هو كان دايما سايبها لله، كان دايما يقول لي اللي كاتبه لنا ربنا هو اللي هنشوفه. كان في وقت كده كان بيقول لو رحت سينا، وكان في بعد كام سنه من الخدمه ممكن يتنقل سينا برضو مفرقعات في مجال المفرقعات. مظبوط. فكنت بقول له يا ريت ما يحصلش كده، الدنيا هناك خطر قوي. فكان بيقول لي الخطر هنا والخطر هناك، فيا رب هنا رب هناك. ده ما ملوش دعوه باي حاجه، سواء طبعا. انا هنا او انا هناك، اللي كتبوا لي ربنا هو اللي هشوفه. طبعا كل التحيه لارواحهم الطاهره يعني، والتحيه لحضراتكم، وربنا يقويكم وانتم قدها وقدود، وان شاء الله نشوف كده اولادهم باذن الله ابطال، وربنا يحميهم يا رب ويوفقهم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيده ايات عبد الفتاح حرم الشهيد رائد مصطفى عبيد، والسيده امل المغربي والده النقيب شهيد محمد احمد عبده. وارجع لسيادة اللواء مشهور، يعني اكيد التضحيات اللي اولادكم جميعا قدموها، لما حضرتك بتشوف النهارده الاوضاع الحمد لله في البلد اتحسنت بشكل كبير جدا من النواحي الامنيه، سيادتك شايف ده برضو ازاي؟ تاثير ده على حضرتك ايه؟ كل انجاز بيتم على ارض مصر اللي مفيش يوم بيعدي الا ما في انجاز، في قطار التنميه ماشي في مجاله، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش سايب مجال الا لما في تنميه، كل حاجه بتتم بحس ان ابني شريك فيها، بحس ان دم اولادنا ما راحش هدر، بحس ان اولادنا اللي ضحوا بحياتهم، لا مصر هتبقى عظيمه برجالها وشبابها. ما هو الشباب اللي بيضحي بحياته برضه بيقابلوا شباب تاني بيضحي في مجال الانتاج. مظبوط. الشباب اللي في المصانع، الشباب اللي في الحقول، اللي بيزرعوا واللي بينتجوا كلام من ده، ما دول شباب بيضحوا. لازم كلنا نستحمل ونضحي عشان خاطر ولادنا زي اسلام ابني واحمد عيد ابني وكل الشهداء كلهم ولادنا. تحس ان الولاد دول اتولدوا عشان يكونوا شهداء. ما حتى السيدة الفاطلة يعني امل مغربي بتقول ربنا هو اللي رباه، يعني هي دي الاخلاق، اخلاق شهيد، ربنا رباه عشان يكون شهيد. نفس الصفات بتتقاطع يعني، اسلام رحمه الله عليه، الشهيد احمد رحمه الله عليه، وكله هتلاقيهم كلهم برين باهلهم وسيرتهم طيبه. صحيح. ربنا الحمد لله هو اللي بيختار. صحيح صحيح. طيب حاج عيد برضو يعني تقول كلمه اخيره النهارده لروح ابنك والارواح جميع الشهداء، تقول ايه؟ اقول ربنا يعمر مصر كانوا كمان، وتبقى احسن بلد في الدنيا كلها. وعن ابني فرحان به، اللي هو اصلا يعني قضى عمل احسن حاجه في جيشه، وكان عايز الشهاده اصلا ياخد. عندك اولاد تاني حاج عيد؟ عندي محمد وعمر. حد فيهم داخل قريب الجيش او داخل او في الجيش؟ والله انا كنت رايحين ندخل محمد، وهم ما ردوش، قالوا اسر الشهداء بيطلع منهم واحد. يعني انتوا كنتوا عايزين تقدموا؟ لا احنا كنا عايزين ابن تاني، وابن كان عايز. احنا ما خفناش، ده احنا في ده البلد بحلها. يا سلام، هي دي البلد اللي ما تتهزمش. انا لو قالوا هي دي البلد اللي مش ممكن تقهر ابدا. انا يعني لو قالوا لي خد سلاح وروح على الحدود بطرح الشهيد احمد، امانه والله العظيم ثلاثه اللي هروح. والله حروف. شايفين حضراتكم الكلام؟ والله نفسي اروح. يعني حبت عينيهم استشهد الكبير. رحنا. وعايزين والله الكبير بتاعهم، وعايزين اللي وراه يروح. والله مش مشكلة يروح. والله احنا والله. لا احنا نخاف، احنا نخاف على ايه؟ نخاف على اللي احنا بنحافظ على تربنا وعلى بلدنا. احنا كفاية اللي ابننا شهيد. انت عارفة لما بشوف واحد اللهم صل على سيدنا محمد لابس لبس جيش او لابس بيادة او بدلة، اللي كان في الجيش او مش في الجيش، بروح كده اخده بالحضن وابوسه، اللي كان كبير او صغير. طبعا ابنك. الناس بتقول لي يعني ازاي انت بتعملي كده؟ ازاي انت لابسه الطرحه ديت وابنك شهيد؟ تلبسيش اسمر ليه؟ الناس ما يعرفوش اللي الشهيد بيتلبس عليها ابيض. الله يبارك لك. الحمد لله. الله يبارك لك. الحمد لله. صبر وايمان واحتساب. الحمد لله. احنا يعني احنا ما نقدرش نعمل حاجه الا ان احنا نقبل
يعني حقيقي جيبين حضرتك وجيبين الله يخلي حضرتك سات له مشهور وجيبين الحاج عيد وكل اسر الشهداء والله يعني والله احنا يعني اللي بنشكركم كلكم تحياتنا ليكم يعني فاكريننا ومش ناسيين لا ازاي احنا نقدر ننسى ما نقدرش ننسى والله يعني. بتكلم جد لا والله لا ده ربنا يبارك فيكم حاج عيد شرفتنا ونورتنا وبنشكر الجيش وبنشكر الشرطه وبنشكر الشعب المصري كله فوق راسنا دايما وربنا ينصرنا يا رب يديك الصحه يا رب ينصرنا شاكرين جدا وبشكر سياده العمر شكرا جزيلا يا فندم شاكرين جدا لحضرتك وبنوجه كل التحيه والتقدير والاعزاز لكل اسر شهدائنا الابطال من الجيش والشرطه وكمان المدنيين الحقيقه اللي منهم برضو كان عرضه للهجمات الارهابيه ومنهم اللي حاول وكان بيدافع وبيساعد فبنشكر الحقيقه كل أسر الشهداء جميعاً وفي اليوم ده بنوجه لهم كل التحية والدعاء بالرحمة لشهدائنا أجمعين الحقيقة على مر العصور بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً وطيب المتابعة وربنا ينصر مصر إن شاء الله أمين يا رب العالمين. نشوفكم بكرة على كل خير إلى اللقاء أمين يا رب.